بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ أرجو كتابة كلمة واضح إذا كان الصوت واضح. هل الشرائح ظاهرة على الشاشة؟ أرجو كتابة كلمة ظاهرة إذا كانت الشرائح ظاهرة على الشاشة. هل الشرائح ظاهرة؟ إذا كانت الشرائح ظاهرة، أرجو كتابة كلمة ظاهرة. إذا الشرائح ظاهرة والصوت واضح، سوف أقوم الآن بإغلاق المحادثة، وسوف أتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء إن شاء الله. سوف نتحدث في هذا اليوم عن تغيرات وضع التوازن، أو ما يسمى بحالات التغير في العرض والطلب. أولا، سوف نتحدث عن التغير في الطلب مع ثبات العرض، يعني الذي يتغير هو الطلب بينما العرض ثابت لا يتغير. مثال على ذلك زيادة الطلب مع ثبات العرض. نفترض أن الطلب زاد، مثلا زيادة عدد السكان، على سبيل المثال زيادة عدد السكان تؤدي إلى زيادة الطلب، وبالتالي ينتقل منحنى الطلب إلى اليمين، زي ما احنا شايفين على الشريحة أنه منحنى الطلب انتقل إلى اليمين من D1 إلى D2 نتيجة زيادة عدد السكان، لأن زيادة عدد السكان تؤدي إلى زيادة الطلب، فينتقل منحنى الطلب إلى اليمين مع ثبات العرض. ماذا يؤدي ذلك؟ زيادة الطلب مع ثبات العرض ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى ارتفاع ثمن التوازن. لاحظوا، ثمن التوازن ارتفع من 9 إلى 12، وأيضا ارتفاع كمية التوازن. إذا هذه قاعدة، زيادة الطلب مع ثبات العرض، زيادة الطلب مع ثبات العرض إلى ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى زيادة ثمن التوازن وزيادة كمية التوازن، زي ما احنا ملاحظين في الرسم اللي موجود على الشريحة. لما ينتقل منحنى الطلب إلى اليمين، ننتقل من النقطة C إلى النقطة E، فتزيد الكمية، كمية التوازن تزيد من 9 إلى 12، وثمن التوازن يرتفع من 6 إلى 7. إذا الخلاصة أنه في حالة زيادة الطلب، في حالة زيادة الطلب مع ثبات العرض، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع ثمن التوازن وزيادة كمية التوازن. ننتقل إلى الحالة الثانية، وهي تغير العرض مع ثبات الطلب. على سبيل المثال زيادة العرض مع ثبات الطلب. مثلا إذا الدولة قدمت إعانات لمنتجي المواد الغذائية، أو يعني على سبيل المثال منتجي الدواجن أو أي سلعة، إذا قدمت الدولة إعانة أو معونة أو دعم لمنتجي المواد الغذائية أو بائعيها على سبيل المثال، هذا يؤدي إلى انتقال منحنى العرض إلى اليمين، لأنه سوف يزيد العرض. طب ماذا يحدث لثمن التوازن وكمية التوازن؟ لاحظوا أن منحنى العرض انتقل إلى اليمين من C إلى E، فماذا حدث لكمية التوازن؟ زادت من 9 إلى 11، وثمن التوازن انخفض من 6 إلى 4. إذا هذه قاعدة، زيادة العرض مع ثبات الطلب، زيادة العرض مع ثبات الطلب تؤدي إلى انخفاض ثمن التوازن وزيادة كمية التوازن. واحنا هنا هذا بي إشارة السعر، لاحظ السهم للأسفل يعني انخفاض ثمن التوازن، الكيو هي كمية التوازن، ونلاحظ أن السهم للأعلى هذا يدل على أن كمية التوازن زادت. هذه قواعد يجب أن الطالب يحفظها. يعني عندما نقول على سبيل المثال، نأخذ مثال زيادة الطلب مع ثبات العرض تؤدي إلى ألف انخفاض ثمن التوازن وانخفاض كمية التوازن، ب ارتفاع ثمن التوازن وزيادة كمية التوازن،
مين الصح؟ باء، ارتفاع ثمن التوازن وزيادة كمية التوازن. طب على سبيل المثال أيضا زيادة العرض مع ثبات الطلب تؤدي إلى ألف، ارتفاع ثمن التوازن وزيادة كمية التوازن. باء، انخفاض ثمن التوازن وزيادة كمية التوازن. ما هو الصحيح حسب ما هو مكتوب هنا؟ أنه زيادة العرض مع ثبات طلب تؤدي إلى انخفاض ثمن التوازن وزيادة كمية التوازن. ننتقل للحالة الثالثة وهي عندما يتغير الطلب والعرض معا، يعني ينتقل منحنى الطلب وينتقل منحنى العرض معا. وهناك أربع حالات عندما يتغير منحنى الطلب ومنحنى العرض معا، هناك أربعة حالات. الحالة الأولى زيادة الطلب وزيادة العرض. لما يزيد الطلب ويزيد العرض حتما يمكن الجزم بأن كمية التوازن سوف تزيد. أما سعر التوازن فله ثلاث حالات، قد يزيد وقد ينخفض وقد يبقى ثابتا، وذلك يعتمد على مقدار انتقال كل من منحنى الطلب ومنحنى العرض. فمثلا على سبيل المثال في هذه الرسمة نلاحظ أن منحنى الطلب زاد ومنحنى العرض زاد، وهذا أدى إلى زيادة كمية التوازن وانخفاض سعر التوازن. لماذا؟ لأن زيادة الطلب أقل من زيادة العرض. زيادة الطلب أقل من زيادة، كلاهما زاد، الطلب والعرض كلاهما زاد، ولكن زيادة الطلب أقل من زيادة العرض، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة الكمية التوازنية وانخفاض سعر التوازن. ننتقل إلى الحال التي بعدها، نقص الطلب ونقص العرض. عندما ينقص الطلب وينقص العرض يمكن الجزم بأن كمية التوازن سوف تقل. أما سعر التوازن فقد يرتفع أو ينخفض أو يبقى ثابتا اعتمادا على مقدار التغير في الطلب ومقدار التغير في العرض، أيهما أكبر، يعني مين زاد أكثر، الطلب أم العرض، مين نقص في هذه الحالة، نقصان، مين نقص أكثر، الطلب أم العرض. ننتقل إلى الحالة رقم ثلاث وهي زيادة الطلب ونقص العرض. في حالة زيادة الطلب ونقص العرض حتما سعر التوازن سوف يرتفع. إذا في حالة زيادة الطلب ونقص العرض حتما يمكن الجزم بأن سعر التوازن سوف يرتفع. أما كمية التوازن فقد ترتفع أو تنخفض أو تبقى ثابتة اعتمادا على مقدار التغير في الطلب ومقدار التغير في العرض. ننتقل إلى الحالة الرابعة وهي نقص الطلب وزيادة العرض. في حالة نقص الطلب وزيادة العرض سعر التوازن يمكن الجزم حتما بأن سعر التوازن سوف ينخفض. أما كمية التوازن فقد ترتفع أو تنخفض أو تبقى ثابتة اعتمادا على مقدار التغير في الطلب ومقدار التغير في العرض، أيهما أكثر. إذا بدنا نعرف ماذا يحدث لكمية التوازن وسعر التوازن في الحالات المذكورة أمامكم. فإذا قلنا على سبيل المثال زيادة الطلب وزيادة العرض تؤدي إلى ألف، انخفاض كمية التوازن، باء، زيادة كمية التوازن، حتما يمكن الجزم في حالة زيادة الطلب وزيادة العرض بأن كمية التوازن سوف تزيد. طيب إذا قلنا في حالة نقص الطلب ونقص العرض نستطيع الجزم بأن كمية التوازن سوف تقل. في حالة زيادة الطلب ونقص العرض، الحالة رقم ثلاث، سعر التوازن أكيد نستطيع الجزم بأن سعر التوازن سوف يرتفع. أما في الحالة الرابعة في حالة نقص الطلب وزيادة العرض نستطيع الجزم بأن سعر التوازن سوف ينخفض. خلينا نأخذ حالات تطبيقية، حالات تطبيقية على القواعد اللي ذكرناها في الشرائح السابقة. في حالة الحكومة أو الدولة فرضت ضرائب أو رسوم على الإنتاج، ينتقل منحنى العرض إلى اليسار من S0 إلى S1. إذا في حالة الدولة عملت ضرائب أو رسوم على الإنتاج منحنى العرض ينتقل إلى اليسار، لاحظوا هاي السهم إلى اليسار من S0
إلى أسود. هذا يؤدي إلى ماذا؟ هذا يؤدي إلى ارتفاع ثمن التوازن من 6 إلى 10 وانخفاض كمية التوازن من 14 إلى 12. وهذه قاعدة، يعني دائما في حالة بدنا نعرف في حالة الدولة فرض الضرائب أو رسوم إنتاجية، هذا يؤدي إلى ارتفاع سعر التوازن وانخفاض كمية التوازن. هذه قاعدة. إذا دائما في حالة الدولة فرض الضرائب أو رسوم على الإنتاج، هذا يؤدي إلى ارتفاع سعر التوازن وانخفاض كمية التوازن. فبالعكس في حالة الدولة منحت إعانات إنتاجية، يعني شو إعانات؟ يعني معونات أو دعم. إذا قدمت الدولة أو منحت إعانات إنتاجية أو دعم، ينتقل منحنى العرض العكس إلى اليمين حسب السهم. منحنى العرض ينتقل إلى اليمين. طب هذا ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه انخفاض سعر التوازن وزيادة كمية التوازن. إذا ما هي الخلاصة؟ الخلاصة التي يجب أن نعرفها أنه في حالة الضرائب أو الرسوم، هذا يؤدي إلى ارتفاع سعر التوازن وانخفاض كمية التوازن. أما في حالة الدولة منحت إعانات إنتاجية، هذا يؤدي إلى انخفاض سعر التوازن وزيادة كمية التوازن. على سبيل المثال، خلينا نعطي مثال. نقول في حالة الدولة فرض الضرائب أو رسوم على الإنتاج، فإن ذلك يؤدي ألف إلى ارتفاع سعر التوازن وزيادة كمية التوازن، باء ارتفاع سعر التوازن وانخفاض كمية التوازن. هاي باء صحيحة لأنها نفس اللي مذكور في الجملة. أيضا في حالة منح إعانات إنتاجية، فإن ذلك يؤدي ألف إلى زيادة سعر التوازن وانخفاض كمية التوازن. خطأ، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى انخفاض سعر التوازن وزيادة كمية التوازن. ننتقل الآن إلى نظرية سلوك المستهلك. منحنى الطلب هو عبارة عن خلاصة لدراسة منفعة المستهلك، وأي نقطة موجودة على منحنى الطلب تمثل نقطة توازن بالنسبة للمستهلك. أي نقطة موجودة على منحنى الطلب هي عبارة عن نقطة توازن للمستهلك. وتوازن المستهلك عادة يحقق أعلى منفعة أو إشباع ممكن. دائما لما نقول توازن المستهلك، نعني بذلك أن المستهلك يحقق أقصى منفعة أو إشباع ممكن، أي أن المستهلك لا يستطيع أن يحصل على نقطة أفضل من النقاط الموجودة على منحنى الطلب، لأنها تعتبر أقصى منفعة أو إشباع ممكن الحصول عليه. وبالتالي لا يستطيع المستهلك أن يحصل على أي نقطة أفضل من النقاط الموجودة على منحنى الطلب، وذلك في حدود الدخل والأسعار المعطاة في السوق، في حدود دخل المستهلك وفي حدود الأسعار المعطاة في السوق من خلال العرض والطلب في السوق. دائما نفترض أن المستهلك رشيد أو عقلاني. عندما ندرس سلوك المستهلك في نظرية سلوك المستهلك، الافتراض الأساسي الذي يجب أن نفترضه أن المستهلك رشيد أو عقلاني. وماذا نقصد برشيد أو عقلاني؟ نقصد أن المستهلك يسعى إلى تعظيم يعني زيادة، تعظيم منفعته في حدود دخله المتاح وفي حدود الأسعار المعطاة في السوق. أي أن المستهلك يختار البدائل، لما يكون عند المستهلك بدائل كثيرة، يختار البدائل التي تحقق له أقصى منفعة أو إشباع في حدود دخله المتاح لديه لشراء السلع والخدمات، وأيضا في حدود الأسعار المعطاة أو السائدة في السوق. هناك أسلوبين أو طريقتين للمنفعة لدراسة سلوك المستهلك. هناك طريقتين أو أسلوبين لدراسة سلوك المستهلك. للطريقة الأولى طريقة المنفعة العددية، يسموها بالإنجليزي cardinal utility method. هذه الطريقة تفترض إمكانية قياس المنفعة أو الإشباع كميا أو عدديا. إذن هذه الطريقة العددية، من اسمها عددية، يعني أن إمكانية قياس المنفعة أو الإشباع كميا أو عدديا، أي أن المنفعة قابلة للقياس الكمي.
طب كيف نقيس المنفعة؟ نقيس باستخدام ما يسمى بفكرة المنفعة الحدية. نقيس المنفعة باستخدام ما يسمى بفكرة المنفعة الحدية. وهذه الطريقة اللي طريقة المنفعة العددية تعتبر طريقة تقليدية أو قديمة في تحليل سلوك المستهلك، ولديها العديد من العيوب التي أدت إلى ظهور الطريقة الثانية. يعني استعاض الاقتصاديون عن الطريقة الأولى بالطريقة الثانية، وهي طريقة المنفعة الترتيبية، والتي تسمى باللغة الإنجليزية Ordinal Utility Method. هذه الطريقة تفترض استحالة أو عدم إمكانية قياس المنفعة والإشباع كميا أو عدديا، أي أنها غير قابلة للقياس الكمي أو العددي. طب كيف بنقيسها؟ نقوم بترتيب أولويات المستهلك أو تفضيلات المستهلك، الأفضل فالأقل أفضلية. إذن هاي عملية ترتيبية وليست قياس بالأرقام. يعني نقوم بترتيب تفضيلات المستهلك، الأفضل فالأقل أفضلية. طب ماذا نستخدم في هذه الطريقة؟ في هذه الطريقة نستخدم ما يسمى بفكرة منحنيات السواء كوسيلة أو أداة لتحليل المنفعة الترتيبية. وهذه الطريقة الثانية اللي هي طريقة المنفعة الترتيبية تعتبر الطريقة الحديثة، تسمى أو تمثل الطريقة الحديثة في تحليل سلوك المستهلك. إذن الطريقة الأولى تفترض إمكانية قياس المنفعة عدديا أو كميا، بينما الطريقة الثانية تفترض عدم إمكانية أو استحالة قياس المنفعة كميا أو عدديا، وبالتالي نقوم بترتيب تفضيلات المستهلك، الأفضل في الأقل أفضلية باستخدام ما يسمى بمنحنيات السواء. وهذه الطريقة الثانية تعتبر الطريقة الحديثة في دراسة سلوك المستهلك. ننتقل الآن إلى توازن المستهلك باستخدام فكرة المنفعة الحدية، يعني الطريقة الأولى. الآن سوف نتحدث عن الطريقة الأولى، وهي توازن المستهلك باستخدام فكرة المنفعة الحدية، اللي هي تفترض إمكانية قياس المنفعة كميا أو عدديا. في عنا ما يسمى بالمنفعة الكلية، وتسمى باللغة الإنجليزية Total Utility، واختصارها TU. المنفعة الكلية بدنا نعرف أنه اختصارها TU. طب ما هي تعريف المنفعة الكلية؟ هي إجمالي وحدات المنفعة التي يحصل عليها المستهلك نتيجة لاستهلاكه لوحدات معينة من السلع. هذا هو تعريف المنفعة الكلية، ويرمز لها بالرمز TU. المنفعة الحدية وتسمى باللغة الإنجليزية Marginal Utility، ويرمز لها بالرمز MU. ما هو تعريفها؟ هي مقدار المنفعة التي تضيفها كل وحدة مستهلكة من السلعة، أو بعبارة أخرى هي مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة للتغير في عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بمقدار وحدة واحدة. هذا هو تعريف المنفعة الحدية، والتي يرمز لها بالرمز MU. طيب كيف تقاس المنفعة الحدية؟ هناك قانون لقياس المنفعة الحدية. هذا هو القانون لقياس المنفعة الحدية. المنفعة الحدية تساوي التغير في المنفعة الكلية من السلعة تقسيم التغير في عدد الوحدات المستهلكة من السلعة. إذا بدنا نحول القانون إلى رموز، نكتبه بالطريقة التالية: MU يساوي دلتا، دلتا يعني التغير، دلتا يعني هذه الإشارة عن التغير، دلتا. دلتا TU يعني التغير في المنفعة الكلية على دلتا كيو، على التغير في عدد الوحدات المستهلكة من السلع. طب دلتا TU شو تعني؟ دلتا TU يعني المنفعة الكلية الثانية ناقص المنفعة الكلية الأولى، TU 2 ناقص TU 1. المنفعة الكلية الثانية ناقص المنفعة الكلية الأولى، تقسيم كيو 2 ناقص كيو 1، يعني الكمية الثانية المستهلكة ناقص الكمية الأولى المستهلكة. هذا هو قانون حساب المنفعة الحدية. رح نأخذ الآن مثال
على كيفية حساب المنفعة الكلية والمنفعة الحدية. طيب طريقة حسابهم باستخدام القانون اللي ذكرناه اللي هو دلتا تي يو على دلتا كيو يساوي تي يو 2 ناقص تي يو 1 على كيو 2 ناقص كيو 1. طيب الآن الأرقام اللي موجود تحتها خط في الجدول هي الأرقام الفارغة المطلوب تعبئتها، يعني الرقم 11 موجود تحتيه خط معناه مطلوب تعبئته، فارغ ومطلوب تعبئته. الرقم 18 أي رقم موجود تحتيه خط معناه هو كان رقم فارغ ومطلوب تعبئته. إذا ما هو المطلوب الأول في الجدول؟ إكمال الفراغات في الجدول، والفراغات في الجدول هي الأرقام اللي موجود تحتيها خط. طيب نبدأ بالفراغ الأول اللي هو هذا 6 في العمود رقم 3. 6 هذا كان فارغ، كيف أوجدنا هذا الرقم 6؟ طبقنا القانون تيو 2 ناقص تيو 1 على كيو 2 ناقص كيو 1. 6 هي عبارة عن تيو 2 قبل الست صفر، لأنه إحنا هنا عدد الكمية عدد أكواب الشاي، الكمية هنا عدد أكواب الشاي، عدد أكواب الشاي من 1 إلى 8 أكواب من الشاي. طيب قبل الكوب شو في قبل كوب؟ صفر ولا كوب، معناه لما ما نشرب ولا كوب معناه المنفعة بتكون صفر. معناه شو بنقول؟ 6 ناقص 0 تقسيم 1 ناقص 0 بطلع الجواب 6. إذا كيف عملنا كمان مرة؟ 6 ناقص 0 تقسيم 1 ناقص 0 بطلع الجواب 6. طيب ننتقل الآن إلى المنفعة الكلية. كيف أوجدنا هنا المنفعة الكلية؟ نطبق القانون. هنا عندنا TU1 رقم 6 هو TU1 ورقم 11 هو TU2 ورقم 1 هو Q1 ورقم 2 هو Q2. نطبق الاميو كم معطى؟ الاميو 5، هاي الاميو معطى 5. طيب تيو 2 مش معروفة، يعني نخليها تيو 2 ناقص اللي قبليها 6 تقسيم كيو 2 ناقص كيو 1، 2 ناقص 1 بطلع عنا الجواب 11. لكن الآن هذا باستخدام القانون، يعني نستطيع أن نعبئ الفراغات في الجدول باستخدام القانون اللي هو تيو 2 ناقص تي 1 على كيو 2 ناقص كيو 1. وهناك طريقة أخرى لتعبئة الجدول أسهل. ما هي الطريقة الأخرى الأسهل؟ إذا كانت دائما الفرق في الكمية 1 في العمود الأول، في العمود الأول إذا كان دائما الفرق 1، لاحظوا دائما الفرق كم؟ 1 2 3 4 5 6 7. إذا الفرق دائما 1. إذا كان الفرق في الكمية دائما 1 نستطيع أن نستخدم طريقة أسهل، وهي دائما عند الكمية 1 المنفعة الكلية والمنفعة الحدية بيكونوا نفس الرقم. كمان مرة راح نستخدم 3 قواعد. القاعدة الأولى عند الكمية 1، هاي الكمية 1 عندنا، دائما المنفعة الكلية والمنفعة الحدية بيكونوا رقم نفس الرقم. فإذا كان هذا 6 بتكون هذه 6، إذا كان هذا الرقم 10 بتكون هذا الرقم 10 عند الكمية 1. الطريقة الثانية إذا كانت المنفعة الكلية غير معروفة، إذا كانت المنفعة الكلية غير معروفة نجمع قطري. كيف نجمع قطري؟ إذا كانت المنفعة الكلية غير معروفة نجمع قطري، يعني 6 زائد 5 11. كمان مرة إذا كانت المنفعة الكلية غير معروفة نجمع قطري، كم نجمع قطري؟ هي الرقم 6 زائد الرقم 5، هاي جمع قطري، معناها بيطلع الجواب عندنا 11. طيب إذا كانت المنفعة الحدية غير معروفة، هذه المنفعة الحدية غير معروفة، نطرح المنفعة الكلية الثانية من المنفعة الكلية الأولى، يعني 15 ناقص 11 بيطلع الجواب 4. إذا في عندنا 3 قواعد لتعبئة الجدول. دائما عند الكمية 1، دائما عند الكمية 1 المنفعة الكلية والمنفعة الحدية بيكونوا نفس الرقم. فإذا كان هذا الرقم 6 معناه هذا الرقم 6. طيب ننتقل إلى السطر اللي بعده. إذا كانت المنفعة الكلية غير معروفة، هاي المنفعة الكلية هون غير معروفة، نجمع قطري 6 زائد 5 بطلع الجواب 11. طب إذا كانت المنفعة الحدية غير معروفة
نطرح الثاني من الأول، 15 ناقص 11 4. طب ننتقل لل 18، هذه ال 18 هي المنفعة الكلية، معناها شو اللي إذا كانت المنفعة الكلية غير معروفة شو بنعمل؟ نجمع قطري، 15 زائد 3 بيطلع الجواب 18. ننتقل إلى الاثنين، كيف أوجدنا الاثنين؟ هذه الاثنين هي منفعة حدية، معناها نطرح الثاني من الأول، 20 ناقص 18 بيطلع الجواب 2. ننتقل هون ال 21 هي منفعة كلية، المنفعة الكلية كيف نجدها؟ نجمع قطري، 20 زائد 1 بيطلع 21. ننتقل إلى هنا، الصفر هو منفعة حدية، كيف نجد الصفر؟ نطرح الثاني من الأول، يعني المنفعة الكلية الثانية ناقص الأولى، 21 ناقص 21 صفر. طيب وهكذا. إذا القاعدة ثلاث قواعد عندنا لتعبئة الفراغات في الجدول. القاعدة الأولى عند الكمية واحد دائما المنفعة الكلية والمنفعة الحدية نفس الرقم. طيب القاعدة الثانية إذا كانت المنفعة الكلية غير معروفة نجمع قطري. القاعدة رقم ثلاث إذا كانت المنفعة الحدية غير معروفة نطرح المنفعة الكلية الثانية ناقص المنفعة الكلية الأولى. طيب المطلوب رقم اثنين بعد ما عبينا الجدول، المطلوب رقم اثنين ارسم منحنى المنفعة الكلية ومنحنى المنفعة الحدية. هاي رسمناه، هذا الرسم اللي موجود بالأعلى هو رسم المنفعة الكلية تيو، والرسم الموجود بالأدنى هي المنفعة الحدية ميو. بدنا ندرس العلاقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية. بدنا شوية تركيز هنا حتى تفهموها بسهولة. الرسم اللي موجود بالأعلى هي رسمة المنفعة الكلية، منحنى المنفعة الكلية ويرمز لها بالرمز تيو، والرسم اللي موجود بالأسفل هي رسمة منحنى المنفعة الحدية، وهناك علاقة بينهما. بدنا ندرس العلاقة بينهما. العلاقة بينهما موجودة الآن هنا بالنقاط اللي موجود أمامها. صح، خلينا نبدأ في النقطة الأولى. تتزايد المنفعة الكلية إلى أن تصل إلى أقصى نقطة لها ثم تبدأ بالتناقص، هذه المنفعة الكلية. لاحظوا تتزايد إلى أن تصل إلى أعلى نقطة، بعدين شو تبدأ؟ ثم بعد ذلك تبدأ بالتناقص. هاي النقطة رقم واحد. كمان مرة، ماذا تعني النقطة رقم واحد؟ تتزايد المنفعة الكلية إلى أن تصل إلى أعلى نقطة لها ثم تبدأ بالتناقص، زي ما هو مبين بالرسم. لاحظوا هيها بتزيد إلى أن تصل إلى أعلى نقطة بعدين تتناقص. هذه النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين تتعلق بالرسم بالأسفل. تتناقص المنفعة الحدية ميو مع تزايد الكمية المستهلكة إلى أن تصل إلى الصفر ثم تصبح سالبة. هاي النقطة تتحدث عن الرسم اللي موجودة بالأسفل. لاحظوا المنفعة الحدية تتناقص مع زيادة إيش؟ مع زيادة الكمية المستهلكة. يعني كل ما زادت الكمية المستهلكة شو بصير بالمنفعة الحدية؟ تتناقص إلى أن تصل إلى الصفر، بعد أن تصل إلى الصفر تصبح إيش؟ سالبة. ننتقل إلى النقطة رقم ثلاث. عندما تتزايد المنفعة الكلية بمعدلات متناقصة تتناقص المنفعة الحدية ولكنها تبقى موجبة. يعني عندما تتزايد المنفعة الكلية شو بكون المنفعة الحدية؟ تتناقص ولكنها موجبة، يعني ما وصلت إلى السالب. طيب النقطة اللي بعديها، عندما تصل المنفعة الكلية أقصى نقطة هنا، لاحظوا عندما تصل المنفعة الكلية أقصى نقطة شو بتكون المنفعة الحدية؟ صفر. هذه قاعدة. عندما تكون المنفعة الكلية أعلى نقطة بتكون المنفعة الحدية صفر. طيب بنسميها نقطة الإشباع، بنسميها هاي نقطة الإشباع. إذا بنرجع للجدول بنلاحظها بالجدول. لاحظوا أنه عندما كانت المنفعة الكلية أعلى شيء كانت المنفعة الحدية كم؟ صفر. عندما تكون المنفعة الكلية أعلى شيء بتكون المنفعة الحدية صفر، وهي هم بيني بالرسم. عندما تكون المنفعة الكلية أعلى قيمة أو أقصى نقطة وبنسميها نقطة الإشباع، لما تصل المنفعة الكلية إلى أعلى نقطة وتسمى نقطة الإشباع بتكون المنفعة الحدية صفر، تكون المنفعة الحدية صفر. طيب الآن النقطة اللي بعديها، عندما تتناقص المنفعة الكلية، هي بدأت تتناقص هنا. عندما تتناقص المنفعة الكلية
تكون المنفعة الحدية سالبة، تكون المنفعة الحدية تحت الصفر بالسالب. يعني المنفعة الكلية تتناقص عندما تكون المنفعة الحدية سالبة. طب المنفعة الكلية تكون عند أعلى نقطة اللي هي نقطة الإشباع عندما تكون المنفعة الحدية صفر. المنفعة الكلية تزيد عندما تكون المنفعة الحدية تتناقص ولكنها موجبة. عادة منحنى المنفعة الحدية، هاي نقاط يجب أن الطالب يحفظها، بس يعني يجب أن يعرف العلاقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية. يعني على سبيل المثال خلينا نأخذ سؤال، إذا كانت المنفعة الكلية عند أقصى قيمة لها أو نقطة لها، فإن المنفعة الحدية تكون ألف موجبة، باء صفر، جيم سالبة. مين الصح؟ صفر. لما تكون المنفعة الكلية أعلى قيمة بتكون المنفعة الحدية صفر. هل نأخذ مثال آخر، إذا كانت المنفعة الكلية تتناقص، إذا كانت المنفعة الكلية تتناقص، أيها هون تتناقص، فإن المنفعة الحدية ألف تكون موجبة، باء سالبة، جيم صفر. شو بتكون؟ بتكون سالبة. طب خلنا نأخذ مثال ثالث، إذا كانت المنفعة الكلية في حالة تزايد تتزايد، فإن المنفعة الحدية إيش؟ تتناقص ولكنها تبقى موجبة. ولاحظوا هنا أنه منحنى المنفعة الحدية ينحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين ليعبر عن قانون تناقص المنفعة الحدية. الآن سوف نأخذ ما هو المقصود بقانون تناقص المنفعة الحدية. لاحظوا، خلينا نرجع للجدول حتى نوضح شو المقصود بقانون تناقص المنفعة الحدية. أول كوب حقق لنا منفعة 6، منفعة حدية 6. الكوب الثاني من الشاي حقق لنا منفعة حدية 5. الكوب الثالث حقق لنا منفعة 4. شو بنلاحظ؟ مع زيادة الكمية المستهلكة شو بصير بالمنفعة الحدية؟ تتناقص إلى أن تصبح صفر. لما تصبح صفر بكون درجة الإشباع، ثم تصبح سالبة. سالبة معناها ضرر، يعني إذا الإنسان يأكل أكثر من حد الإشباع يصاب بمرض السمنة وبالتالي بصير ضرر. كمان مرة، ماذا نقصد بقانون تناقص المنفعة الحدية؟ مع كلما زادت الكمية المستهلكة من السلعة، كلما زادت الكمية المستهلكة من السلعة شو بصير بالمنفعة الحدية؟ تميل إلى التناقص، تتناقص إلى أن تصل إلى الصفر. عند الصفر بنكون وصلنا درجة الإشباع. إذا استمرينا بعد درجة الإشباع بصير عندنا سالب، والسالب يعني ضرر. هذا هو المقصود بقانون تناقص المنفعة الحدية. يعني عندما تزداد الكمية المستهلكة من السلعة فإن المنفعة التي تعود على المستهلك تميل إلى ماذا؟ تميل إلى التناقص، لأنه اسمه قانون تناقص. يعني الكوب الأول من الشاي يحقق لنا منفعة حدية أعلى من الكوب الثاني، والكوب الثاني يحقق لنا منفعة أعلى من الكوب الثالث، وهكذا. إذن مع زيادة الكمية المستهلكة شو بصير بالمنفعة الحدية؟ تتناقص إلى أن تصبح صفر. لما تصبح صفر بكون درجة الإشباع. طب إذا استمرينا بعد درجة الإشباع بتصير بالسالب، والسالب يعني ضرر. ننتقل الآن إلى العلاقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية. احنا شرحناها بالسابق هذه العلاقة، بس نوع من التأكيد. عندما تكون المنفعة الكلية عند أعلى مستوى لها شو بتكون المنفعة الحدية؟ صفر. شرحناها بالسابق، عندما تكون المنفعة الكلية عند أعلى مستوى لها بنسميه درجة الإشباع، شو بتكون المنفعة الحدية؟ صفر. هذه شرحناها. طب النقطة الثانية، تتزايد المنفعة الكلية عندما تكون المنفعة الحدية موجبة، برضو هاي شرحناها. إذا بنرجع للرسم، المنفعة الكلية تتزايد عندما تكون المنفعة الحدية تتناقص ولكنها بتكون إيش؟ فوق الصفر، موجبة. النقطة رقم 3، المنفعة الكلية تتناقص عندما تكون المنفعة الحدية سالب، وهذا إعادة، يعني احنا شرحناها في السابق بس نوع من التأكيد. هذه النقاط شرحناها هنا، هاي النقاط شرحناها هنا بس نوع من التأكيد. عندما تتناقص المنفعة الكلية شو بتكون المنفعة الحدية؟ تكون المنفعة الحدية سالب. خلينا نأخذ مثال آخر على كيفية احتساب
المنفعة الحدية بدون جدول، يعني ممكن نحسب المنفعة الحدية بجدول أو ممكن بدون جدول. هذا المثال رقم 2، حساب المنفعة الحدية بدون جدول. إذا كانت المنفعة الكلية من استهلاك كوب من الشاي 6، والمنفعة الكلية من استهلاك كوبين من الشاي 11، احسب المنفعة الحدية للكوب الثاني من الشاي. يعني المنفعة الكلية الأولى كم؟ 6، لأنها للكوب الأول. المنفعة الكلية الأولى كم؟ 6. والمنفعة الكلية الثانية كم؟ 11. المنفعة الأولى نتيجة شرب كوب من الشاي، والمنفعة الثانية اللي هي 11 نتيجة شرب كوبين من الشاي. بنطبق القانون، دلتا تيو على دلتا تيو، يعني تيو 2 ناقص تيو 1 على تيو 2 ناقص تيو 1. تيو 2 كم؟ 11، هيها اللي عليها السهم. تيو 2 11 ناقص تيو 1 6 على الكوب الثاني ناقص الكوب الأول، بطلع الجواب 5. تعويض مباشر، إذا 11 اللي هي المنفعة الكلية الثانية ناقص 6 المنفعة الكلية الأولى تقسيم الكمية الأولى اللي هي الكوبين ناقص كوب واحد، بطلع الجواب 5. ننتقل الآن إلى توازن المستهلك، وإحنا قلنا توازن المستهلك دائما يحقق لنا أقصى منفعة أو إشباع، دائما توازن المستهلك يحقق لنا أقصى منفعة أو إشباع ممكن في ظل حدود في حدود الدخل المتاح لدى المستهلك وفي حدود الأسعار المعطاة في السوق. طيب، عادة عند شراء المستهلك للسلعة ودفع ثمن لها يواجه قيدين أساسيين أو مهمين. أي مستهلك يريد أن يشتري سلعة ويدفع ثمنها يواجه قيدين مهمين وأساسيين، وهما أن الدخل محدد وثابت، دخل المستهلك محدد وثابت ولا يستطيع أن يشتري بأعلى من دخله. هذا افتراض، من نفترض أنه دائما المستهلك دخله ثابت ومحدد ولا يستطيع تغيير دخله، ولا يستطيع أن يشتري بأعلى من دخله. الافتراض الثاني أن الأسعار، المستهلك لا يستطيع تغيير الأسعار، المستهلك لا يستطيع تغيير الأسعار، لأن الأسعار تتحدد عن طريق العرض والطلب في السوق، وبالتالي ليس للمستهلك قدرة في تحديد الأسعار، وإحنا سميناها في السابق برايس تيكر. يعني شو برايس تيكر؟ يعني بيكون البائع والمشتري متلقين للسعر الموجود في السوق. طب كيف يتحدد السعر في السوق؟ من خلال العرض والطلب في السوق. إذا معنى ذلك أن المستهلك لا يستطيع تغيير الأسعار، لأنه اللي بيحدد الأسعار العرض والطلب في السوق وليس المستهلك. إذا عند المستهلك عندما يذهب لشراء سلعة يواجه قيدين مهمين، القيد الأول الدخل، والدخل ثابت، دخل المستهلك ثابت ومحدد ولا يستطيع تغييره، ولا يستطيع أن يشتري بأكثر من دخله طبعا خلال فترة زمنية معينة، دخله ثابت ومحدد خلال فترة زمنية معينة. اثنين، الأسعار، لا يستطيع المستهلك تغيير الأسعار السلع والخدمات، لأن الأسعار لا يقوم المستهلك بتحديدها، وإنما اللي يحددها العرض والطلب في السوق. ننتقل الآن إلى توازن المستهلك. المقصود بتوازن المستهلك أنه يحقق أقصى منفعة أو إشباع ممكن في حدود الدخل وفي حدود الأسعار المعطاة في السوق. إذا دائما توازن المستهلك، شو الهدف من البحث أو الوصول إلى توازن المستهلك؟ الهدف من الوصول إلى توازن المستهلك هو، أو إيجاد توازن المستهلك هو إيش؟ الهدف منه الحصول على أقصى منفعة أو إشباع ممكن في حدود الدخل وللمستهلك المتاح للمستهلك وفي حدود الأسعار السلع والخدمات المعطاة في السوق من خلال العرض والطلب. طب ما هي شروط توازن المستهلك؟ في عندنا حالتين. الحالة الأولى في حالة أن المستهلك ينفق جميع دخله على شراء أو استهلاك سلعة واحدة، وهذا افتراض غير واقعي، هذا افتراض غير واقعي
لأنه مستحيل المستهلك جميع دخله يشتري فيه سلعة واحدة، ولكن الهدف من هذا الافتراض هو لغايات التبسيط والتسهيل عند حل المسائل الحسابية. إذن هناك حالتين لتوازن المستهلك: في حالة شراء سلعة واحدة، يعني يشتري بجميع دخله سلعة واحدة، والحالة الثانية في حالة شراء المستهلك بجميع دخله أكثر من سلعة. في حالة شراء المستهلك أكثر من سلعة، وخلينا نفترض سلعتين حتى نبسط المسائل الحسابية اللي رح نأخذها في اللقاء الحي القادم. إذا كمان توازن المستهلك له حالتين: الحالة الأولى في حالة شراء سلعة واحدة، والحالة الثانية في حالة شراء أكثر من سلعة، يعني سلعتين X و Y. طب نبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى، ما هي شروط توازن المستهلك في حالة أن المستهلك ينفق جميع دخله على شراء سلعة واحدة أو استهلاك سلعة واحدة؟ وقلنا هذا افتراض غير واقعي، والهدف منه هو لغايات التبسيط والتسهيل. طب ما هو شرط التوازن في حالة سلعة واحدة، يعني المستهلك يشتري بجميع دخله سلعة واحدة؟ الشرط هو المنفعة الحدية للسلعة تساوي منفعة المبلغ المنفق على الوحدة الواحدة. إذن ما هو شرط التوازن؟ المنفعة الحدية للسلعة تساوي منفعة المبلغ المنفق على الوحدة الواحدة. المبلغ مدام احنا في المملكة هنا عملتنا الريال، بدل ما نقول منفعة المبلغ ممكن نقول منفعة الريال، لانه عملة المملكة هي الريال، فنستعيض عن كلمة المبلغ بالريال. اذا بدال كلمة منفعة المبلغ نقول منفعة الريال. لو كنا في امريكا بنقول منفعة الدولار حسب عملة الدولة. لو كنا مثلا في الكويت بنقول منفعة الدينار. ما دام ان احنا نحن في المملكة فبنقول منفعة الريال. اذا المنفعة الحدية للسلعة شو تساوي؟ منفعة الريال ضرب ثمن السلعة. اذا بدنا نلخص الشرط نلخصه بالسطر اللي بعديه: شرط توازن المستهلك في حالة سلعة واحدة هو منفعة الريال الواحد يساوي المنفعة الحدية للسلعة، هذه اشارة تقسيم، هذه إشارة تقسيم ثمن السلعة. طب بنحولها لرموز MU على B، لأنه MU هي المنفعة الحدية والB هي ثمن السلعة، فبصير MU على B. إذا هذا هو الشرط النهائي بصورته النهائية، هذا هو الشرط بصورته النهائية: منفعة الريال الواحد تساوي المنفعة الحدية للسلعة تقسيم ثمن السلعة. أو إذا بدنا نكتب بالرموز بنقول MU على B، أو بهذا الشكل، إما نكتبها بهذا الشكل أو بهذا الشكل. هذا هو شرط التوازن في حالة سلعة واحدة، شراء سلعة واحدة. ثم ما هو الشرط؟ منفعة الريال الواحد يساوي المنفعة الحدية للسلعة تقسيم ثمن السلعة. وإذا بدنا نكتبها بالرموز بنقول MU اللي هو المنفعة الحدية تقسيم B اللي هي ثمن السلعة. هذا شرط التوازن في حالة سلعة واحدة. طب ما هو شرط التوازن في حالة سلعتين؟ لما المستهلك يشتري بجميع دخله أو ينفق جميع دخله على شراء سلعتين، وخلينا نفترض اسم السلعتين X و Y، السلعتين اسمهم X و Y. طب ما هو شرط التوازن في حالة سلعتين؟ شرط التوازن في حالة سلعتين هو المنفعة الحدية للسلعة X تقسيم، هاي إشارة تقسيم، تقسيم ثمن السلعة X يساوي المنفعة الحدية للسلعة Y تقسيم ثمن السلعة Y. طب إذا بدنا نكتب الشرط هذا، شرط التوازن في حالة سلعتين، نكتبه بهذه الصورة: MUX تقسيم BX، هاي إشارة تقسيم، MUX تقسيم BX تساوي MUY تقسيم BY، يعني المنفعة الحدية للسلعة X تقسيم ثمن السلعة X تساوي المنفعة الحدية للسلعة Y تقسيم السلعة تقسيم ثمن السلعة Y. يعني MUX هي المنفعة الحدية للسلعة X، MUX هي عبارة عن المنفعة مكتوبة بالأسفل، هيها مكتوبة MUX هي المنفعة الحدية للسلعة X، BX هو ثمن السلعة X، MUY هي المنفعة الحدية للسلعة Y، والDY هو ثمن السلعة Y. هناك شرط ثاني لتوازن المستهلك بسموه الشرط التكميلي. هناك شرط ثاني لتوازن المستهلك ويسمى بالشرط التكميلي حتى نتأكد انه حل صح او خطأ.
يعني هذا الشرط الثاني الهدف منه هو شرط تكميلي حتى نتأكد أنه لما نحل المسألة هل حلنا صحيح أم خطأ. فما هو الشرط الثاني لتوازن المستهلك واللي بنسميه أيضا الشرط التكميلي؟ دخل المستهلك قلنا محدد وثابت، وسوف ينفق جميع دخله على شراء سلعتين X و Y، ويجب ألا يزيد إنفاقه عن دخله المحدد، يعني يجب ألا يزيد شراء المستهلك لا يشتري بأكثر من دخله. طيب إذا بدنا نحول هذا الشرط إلى قانون بصير كالتالي: دخل المستهلك يساوي الإنفاق على السلعة X زائد الإنفاق على السلعة Y. طيب إذا بدنا نفصل أكثر القانون أو الشرط شو بده يصير؟ دخل المستهلك يساوي ثمن السلعة X، هذه النقطة ضرب، إشارة ضرب. إذا دخل المستهلك يساوي ثمن السلعة X ضرب الكمية المستهلكة من السلعة X، يعني منها، زائد ثمن السلعة Y ضرب الكمية المستهلكة منها. إذا بدنا نحول هذا الشرط إلى رموز، إذا بدنا نحول هذا الشرط التوازن الثاني إلى رموز، I تساوي BX ضرب X زائد BY ضرب Y. يعني إيش بنقول؟ I هي الدخل، دخل المستهلك، هي مكتوب الرموز بالأسفل، I هي دخل المستهلك، BX ثمن السلعة X، X كمية السلعة X، BY ثمن السلعة Y، وY هي كمية السلعة Y. هذا الشرط بنسميه الشرط التكميلي، شرط التوازن الثاني أو الشرط التكميلي حتى نتأكد أنه حل صح لما نأخذ مسائل حسابية. وهذا الشرط يسمى معادلة قيد الميزانية أو معادلة خط الدخل. يعني هذا القانون أو الشرط التوازن، هذا القانون أو شرط التوازن يسمى معادلة قيد الميزانية أو معادلة خط الدخل. نكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله سوف يكون هناك لقاء إضافي، يعني أسبوعيا نظرا لقرب موعد الاختبارات النهائية سوف نعقد لقاءين في الأسبوع، يوم الاثنين والثلاثاء بنفس الوقت من 4:30 إلى 5:15. إذا غدا سيكون عندنا لقاء من الساعة 4:30 إلى الساعة 5:15 حتى ننهي المقرر قبل موعد الاختبارات النهائي. هذا بناء على تعليمات عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. في اللقاء يوم غد إن شاء الله رح نأخذ مسائل حسابية على هذه الشروط، لشروط التوازن اللي ذكرناها اليوم. غدا إن شاء الله سوف نأخذ عليها تطبيقات ومسائل حسابية، ورح تتوضح الصورة أكثر ورح تكون مفهومة أكثر عندما نأخذ مسائل حسابية وتطبيقات على هذه الشروط اللي هي شروط توازن المستهلك. الآن سوف أكتفي بهذا القدر، سوف أتيح المجال للأسئلة إن كان هناك أسئلة. إذا المجال الآن مفتوح للأسئلة، هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ المجال الآن مفتوح للأسئلة، المجال الآن مفتوح للأسئلة. هل هناك أسئلة؟ إن شاء الله إذا تبقى لقاءات رح نعمل مراجعة، إذا تبقى في نهاية الوقت في الأسبوع الأخير من اللقاءات الحية بنحاول نعمل مراجعة إن شاء الله. الرسم إحنا ذكرنا أكثر من مرة، الرسم لا يطلب من الطالب يرسم في الاختبار لأنها أسئلة اختيارية، وإنما إذا كان هناك رسم يكون موجود الرسم ضمن السؤال ويطلب من الطالب الإجابة على السؤال، ولكن الطالب لا يرسم، يعني يجيب بناء على الرسم الموجود داخل السؤال. بكرة الوقت نفس التوقيت، غدا عندنا لقاء بنفس التوقيت من الساعة 4:30 بعد العصر يعني ولغاية 5:15 بنفس توقيت محاضرة اليوم. رح نعمل أسبوعيا لقاءين حتى لأنه الاختبارات النهائية قربت، وبالتالي حتى ننهي المقرر قبل موعد الاختبارات النهائية بناء على طلب عمادة التعليم عن بعد أن نقوم بعمل لقاءين في كل أسبوع، وذكرت ذلك في منتدى المقرر أمس، ذكرت هذا الكلام في منتدى المقرر.
طيب في طالب سأل كيف من وين أتى الرقم صفر؟ نعود إلى الجدول. الصفر هنا نطرح 21 ناقص 21، نطرح المنفعة الكلية الثانية حسب القانون TU2 ناقص TU1، 21 ناقص 21 صفر. واضح؟ يعني إذا كانت المنفعة الحدية غير معروفة، ركز معي، إذا المنفعة الحدية غير معروفة نطرح المنفعة الثانية من المنفعة الأولى، يعني المنفعة الكلية الثانية ناقص المنفعة الكلية الأولى. هنا مين اللي مش معروف؟ الصفر اللي هو المنفعة الحدية. شو نعمل؟ نطرح الثاني من الأول. الثاني 21 ناقص الأول 21، 21 ناقص 21 صفر. طب إذا كانت المنفعة الكلية غير معروفة، مش الحدية، إذا كانت يعني إذا كان العمود الثاني غير معروف، إذا كان العمود الثاني غير معروف نجمع قطري. طب إذا العمود الثالث غير معروف نطرح الثاني من الأول. وضحت الآن؟ يعني خلينا نفترض هذا الرقم 4 موجود في أي عمود؟ في العمود الثالث اللي هو المنفعة الحدية. لإيجاده كيف بنوجده؟ نطرح المنفعة الكلية الثانية 15 ناقص 11. طب نفترض هذا الرقم 18 وين موجود؟ في العمود الثاني اللي هو المنفعة الكلية. كيف نجده؟ نجمع قطري 15 زائد 3 18. إذا لإيجاد المنفعة الكلية نجمع قطري، لإيجاد المنفعة الكلية نجمع قطري، ولإيجاد المنفعة الحدية نطرح المنفعة الكلية الثانية من المنفعة الكلية الأولى. واضح الآن؟ لا، هي معظم الطلاب ذكروا أن الشرائح ظاهرة، معظم الطلاب، وبالتالي قد يكون المشكلة في الجهاز اللي تستخدمه. رحنا نضع تكاليف إن شاء الله، يعني الآن بجهز بتكاليف، تكاليف ذاتية رح نضعها في المنتديات، ننزلها في منتديات المقرر، وإذا تبقى في نهاية اللقاءات الحية وقت هذه التكاليف رح نحلها في نهاية اللقاءات الحية. لا، التكاليف ما عليها درجات، التكاليف ليس عليها درجات، الدرجات فقط في الاختبار النهائي. التكاليف فقط هي تمرين تدريب للطالب فقط، ليس عليها درجات. طيب نلتقي غدا إن شاء الله، غدا نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 4:30 في نفس التوقيت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.